هيكون معانا دلوقتي من خلال زوم دكتور غادة لبيب، وهي أدمن جروب بوك جاردن، اللي هنعرف منها أهم الكتب الخاصة بعلم النفس والتنمية البشرية والذاتية اللي ممكن نرجع لها واللي ممكن نستفيد منها في أننا نحسن حياتنا، نستخدم تفكيرنا وأفكارنا بطريقة مظبوطة، نشوف نظرتنا للمواقف بطريقة مختلفة، لأن كل ده بيأثر على حياتنا. أهلا بيكي دكتور غادة. اهلا وسهلا استاذه رانيا، اهلا بيكي وكل المشاهدين. اهلا بيكي. والحقيقه انه من القراء كتير جدا اللي بيحبوا يقروا في الكتب النفسيه، وانا واحده منهم. والحقيقه انه التنميه الذاتيه اثبتت نجاحها الفتره اللي فاتت على مستوى الكتب الحقيقي، حققت نجاح كبير جدا، وقدر القارئ انه يستفيد منها بشكل كبير جدا في حياته. ايه اهم الكتب اللي من وجهه نظرك شايفه ان احنا نقدر نرشحها لكل مشاهدينا علشان يقروا فيها ويحسنوا من حياتهم بطرق مختلفة عن طريق التنمية الذاتية؟ أنا هتكلم من واقع قراءاتي. اخترت النهاردة 4 كتب هتكلم عنها، قرأتهم وعجبوني جدا، 2 لكتاب أجانب و2 لكتاب مصريين. أوكي. أول كتاب حابة أتكلم عنه هو الراهب الذي باع سيارته الفيراري للكاتب روبن شارما، وده باع ملايين النسخ حول العالم. هو عن شخص كان حياته كلها مليانة شغل وستريسفول جدا، شغل العدد ساعات رهيبة، رغم وصل لمال وشهرة كتير، وهياخد رحلة روحانية للهيمالايا وجبال التبت، وهناك هيتعلم بعض الأساليب المختلفة عن رؤيته للحياة وإعادة ترتيب لحياته. الجميل في الكتاب ده إنه في آخر الكتاب الكاتب كاتب لنا بعض الطقوس، 10 طقوس بالظبط، لو قدرنا إن إحنا نستمر عليهم بشكل يومي أو حتى بعضهم هنقدر كتير نحسن من زي ما بيقولوا كواليتي اوف لايف بتاعتنا. فده كتاب مهم جدا وبنصح بيه. حلو. تاني كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعاليه للكاتب ستيفن ار كوفي، وده برضو من اشهر الكتب في المجال ده. ده من واقع دراسه الكاتب وخبراته على مدى سنين. لذيذ. وهو بيقول عن نفسه ان هو يعني لن اعيد اكتشاف العجله زي ما بيقول، ولكن هو كاتب لنا 7 عادات لو اتبعناهم برضو بطريقة منظمة وعلى مدى طويل هنقدر بال7 عادات دول حياتنا تكون أكثر فعالية. أكثر فعالية بمعنى أن إحنا هنقدر نوصل لأهدافنا بطريق مختصر وبأقل وقت ومجهود ممكن، ويبقى فيه برضو نوع من الكواليتي اوف لايف الكويس. الكتابين المصريين، الكتاب الرائع الحقيقة اللي أنا بحبه جدا لاب طعم الفلامينجو لدكتور محمد طه الطبيب النفسي المعروف. طبعا الكتاب ده عن تغيير الحياة، والتغيير هنا بمعنى التغيير الجذري مش التغيير الظاهري فقط. ازاي نقدر نقول لا ونقول لا ازاي، وايه الخطوات اللي هنعملها للتغيير ده. والتغيير ناس كتير ممكن تشوفه ان هو حاجه بسيطه، لكن هو الحقيقه لا، هو بياخد مجهود وجهد وندفع ثمن، لكن هندفع ثمن في مقابل شيء افضل كتير هيحصل لنا. دكتور محمد طه طبعا كتب معروفه قبل كده في العلاقات الخطره وفي كتاب الخروج عن النص. الكتاب كمان بيعرف لنا بعض المصطلحات اللي قد تكون ملتبسة علينا شوية، زي الفرق بين الاستقلال والاستغناء. بيعرفنا الخلايا المرئية، نظرة الآخرين لينا مقابل نظرتنا لنفسنا. بيعرفنا بعض الألعاب النفسية اللي ممكن البعض بيعملها علينا، بيمارسها علينا من دون ما احنا واخدين بالنا منها، ازاي نقدر نعرفها ونتجنبها. الكتاب الأخير للدكتور شريف عرفة، وهو كتاب إنسان بعد التحديث. الكتاب ده بيطرح فكرة مهمة جدا، وهي إلى أي مدى بيصل، مدى يمكن الإنسان أن يرتقي. والارتقاء النفسي للبشر على مر سنين البشرية كلها والمراحل اللي عدوا بيها، وبرضه بيتعرض لفكرة نمو ما بعد الصدمة. أي صدمة بنتعرض لها إزاي بعد كده بنقدر نقوم منها وبنتعافى. فال4 كتب دي حقيقة من أفضل الكتب اللي أنا قرأتها في المجال ده، واللي ممكن حتى أي قارئ مبتدئ يقراها، لأن هي أسلوبها بسيط وسلس، خصوصا دكتور محمد طه كاتب كمان بالعامية، وأنا وجدت إن ده حاجة يعني كويسة جدا، لأنه قدر يوصل مصطلحات الطب النفسي المعقدة قد تبدو معقدة للقارئ المتوسط حتى يقدر يفهمها بسهولة بأمثلة توضيحية. الحقيقة أنه كمان علم النفس ليه جمهور كبير جدا من القراء، تفتكري إيه الأسباب؟ وتفتكري هل ده ليه علاقة بالضغوطات، ولا اللي بيحب يقرأ في علم النفس أو اللي بيحب يقرأ في التنمية الذاتية أو اللي بيحب يقرأ في الكتب النفسية مثلا هو ده ذوقه في القراية؟ طبعا هي القراءة أذواق في الأول وفي الآخر، لكن بما أننا كلنا بنتعرض لمشاكل سواء في حياتنا الأسرية أو في محيط العمل أو في علاقات عاطفية،
اكيد بنبقى محتاجين ناخد راي حد. لو عندنا هذا الشخص القريب مننا اللي نقدر نتكلم معاه بصراحه ويفيدنا بيبقى شيء كويس، وقد يكون الشخص ده موجود لكن ممكن يكون له ميول او اهداف معينه يوجهنا لطريق معين. فبشوف ان في بعض المشاكل بيكون من الافضل ان احنا ناخد راي حد بعيد وغريب ويكون دارس ومتخصص، وان كان ده مش متاح يعني على ارض الواقع فالكتب دايما بيكون فيها هذا النوع من المعرفه المهم جدا لكل الناس صراحه، يعني سواء في مشاكل كبيره صغيره الحياه لا تخلو يعني من المشاكل معظم الوقت. ازاي شايفه انه القراء ممكن يستفيدوا بشكل كبير من كتب علم النفس؟ ولو حبينا نشجع القراء على ان هم يزودوا من معلوماتهم الحياتيه بشكل كبير، لان كلنا زي ما قلتي ما فيش حد فينا ما بيتعرضش للضغوطات، تنصحيهم بايه او تقدري تقولي لهم ايه؟ طبعا هو كل كتاب من دول سواء اللي انا ذكرتهم او الكتب التانيه فيهم كميه معرفيه كتيره جدا، سواء حاجات علميه او نفسيه او تجارب حياتيه. فاحنا لو هنقراه كده زي اي كتاب وهنسيبه على جنب خلاص يعني ممكن مع الوقت بيتنسي. لكن انا نصيحتي في هذه النوعيه من الكتب بالذات ان احنا يكون جنبنا كشكول كده وقلم. كل واحد فينا هيلاقي جزء من الكتاب ملمس معاه مع مشكلته. ممكن يكتبه ويعمل او يعمل هايلايت عليه لو في الكاتب مقترح طقوس معينه او خطوات معينه لاعاده ترتيب افكار لطقوس يوميه يكتبها برده ويرجع لها من وقت لاخر يحاول تنفيذها. بالشكل ده الكتاب هيبقى له فعلا معنى وتاثير، غير لما احنا هنقراه كده ونرجعه تاني في المكتبه يعني ما اعتقدش ممكن نستفيد منه بالطريقه دي. فكرة تطبيق الكلام اللي بيتقال في الكتب النفسية أو كتب التنمية الذاتية أو البشرية الحقيقة بشكل عام، إن شايفة ده نسبته بتبقى قد إيه سهلة على المواطن أو على القارئ أو على المتلقي بأي شكل من الأشكال؟ لأن إحنا في ناس كتير قوي بتتكلم بتسمع وبعدين تقول لك اصل انا مش هقدر اعمل كده، اصل الكلام ده في الواقع انا ما اقدرش انفذه، اصل الموضوع مش بالسهوله دي. هو ده والله يتوقف على حاجات كتير، يعني مدى رغبه فعلا الانسان في التغيير. يعني ناس كتير كل يوم الصبح تقول لا انا لازم هغير العاده دي، لازم اغير حياتي بالشكل الفلاني، لكن ما بتقدرش تعمل ده. فاذا كان هيقرا كتاب وفعلا هيقتنع بيه وباللي مكتوب فيه يحاول واحده في واحده، هي طبعا صعب ومش هتيجي مره واحده، اكيد واحده في واحده يغير حاجه، بعد فتره يبدا يطبق حاجه تانيه. طريقه تفكيره وتعامله مع الناس، الكتابه زي ما قلت مهمه جدا، مهم جدا نكتب كل الاشياء اللي احنا حاسين ان احنا نقدر نعملها ونطبقها. ده مع الوقت وبالتدريج وبالاستمراريه، اهم حاجه الاستمراريه. تمام انا طبعا هطبق الكلام ده بعد ما قريت الكتاب على طول وبعد شهر خلاص انسى كل حاجه، ايوه الاستمراريه مهمه جدا، واحده في واحده خلاص هيبدا يحصل تغيير. حقيقي، واعتقد انه كل مره لو جرب هيبقى المره اللي بعديها احسن من اللي قبليها، بس المهم ان احنا ما هيبقى نيأس اسهل. والمفروض ان احنا نكمل. الاستمرارية أهم شيء طبعا صراحة. طبعا وأنا عن نفسي لما عملت الطقوس بتاعة الراهب الذي باع سيارته الفيراري دي حاولت إن أنا أستمر عليها فترة، حقيقي فرقت معايا وفي حياتي بشكل كبير، أكيد فهي أهم حاجة الاستمرار. أكيد. أنا بشكرك جدا دكتور غادة لبيب أدمن جروب بوك جاردن، وإن شاء الله المرة اللي جاية نقابلك معانا لايف في استوديو. بشكرك مرة تانية.